لم يكن الشاعر والملحن عبد القادر الكاف مجرد شاعر فقط، بل ملحنا أيضا لكثير من أغانيه، فقد تكون موهبته في صناعة النغم تتفاعل مع موهبته في صناعة الكلمة أيضا، وهذا ما يميزه عن الشعراء الآخرين. مكتب الثقافة بمدينة تريم حيث مسقط رأس الكاف نظم فعالية هي الخامسة بمناسبة ذكرى وفاة الشاعر الراحل أبو حداد كما يحب أن يناديه أبناء تريم. قبل 5 سنوات وتحديدا في 5 ديسمبر من العام 2011 توقف قلب الشاعر المرهف عن النبض، لكنه ترك لنا أشيان في أصوات شجية وصدح بوحة عبر فقرات هنا تلاها هذا الحفل بالعديد من الأغاني التي ألفها ولحن كلماتها. عبد القادر الكاف هو أحد ربما أبرز الشعراء في الوطن، وغنى من كلماته العديد من الفنانين داخل الوطن وخارجه من ربوع الجزيرة العربية والخليج. عبد القادر الكاف مهما عملنا له ننو فيه حقه، فهو ربما شاعر أكمل مثلث أضلاع الأغنية الحضرمية إلى جوار الشاعر الكبير حسين أبو بكر المحضار والشاعر حداد بن حسن الكاف عليه رحمة الله. العديد من الفنانين تغنى بشعره البديع وألحانه الفريدة ليس في اليمن بل في دول الخليج العربي، في مقدمتهم الفنان الكبير أبو بكر سالم بالفقيه. مغرب صبابة يا حبيبي هايم. ولد الشاعر الراحل العديد من الدواوين أشهرها ديوان ربيع الهوى، لكن ليس هذا فقط، فالكثير من قصائده وألحانه لم تر النور حتى الآن. رحل الشاعر عبد القادر الكاف وترك خلفه إرثا واسعا من الأغاني التي مثلت إضافة نوعية لتاريخ الفن اليمني. الشاعر عبد القادر الكاف هامة شعرية كبيرة غنى له الكثير من الفنانين أمثال الفنان الكبير أبو بكر بالفقيه، فهو هامة كبيرة داع صيته على مستوى اليمن والخليج. حداد مساعد، قناة بلقيس، مدينة تريم، حضرموت.